السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير متابعي الكرام. اليوم معانا وجبة صحية 100% خاصة لمريض السكر واللي معاه مشاكل صحية ومتبع حمية. تابعوا الفيديو الأخير وما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة لو تشاهدوها لأول مرة حتى نقدم الأفضل. نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي كوساية حجمها كبير، بعد ما غسلتوها وقشرتوها قطعتوها مكعبات صغيرة حتى تستوي معانا بسرعة. هاي الوجبة تكفي شخص واحد فقط، عملتوها وجبة فطور. قطعتوها مكعبات مع راس ثوم، كل ما كثرنا ثوم كل ما طلعت أطيب وفايدتها أكثر. نحتاج الزيت الزيتون، زيت الزيتون نحطه على النار، تكون النار متوسطة وما تخلو يسخن كثير حتى ما يدخن ويصير مادة ضارة. من شوي يحمى الزيت ننزل الكوسة، نحرك الكوسة نشوحها 5 دقائق تقريبا، راح تذبل وتهضل شوي مي، هو المي نفسه راح يسوي الكوسة. أهم بهار بهاي الوصفة أعزائي وللأسف مو متوفر عندي سبحان الله، الكزبرة. الكزبرة تكون ناشفة أو الخضرة، هي الكزبرة بحد ذاتها مفيدة وتخفض السكر. بعد ما شوحت الكوسة 5 دقائق ذبلت واستوت نصف استواء، راح أضيف لها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ممكن يكون بارد أو حار حسب الرغبة، وملعقة صغيرة من الملح، يفضل أن يكون الملح الصخري الصحي أو ملح الهملايا حتى ما يرفع عندكم الضغط. نستمر بالتشويح أعزائي 5 دقائق. هاي الكوسة عندي ذبلت وصغر حجمها، راح أضيف لها البقدونس بعد ما نخفف النار. ممكن ناكلها بهذا الشكل، ممكن نضيف لها البيض. عندي بيضاي واحدة ضفتوها للكوسة، حاولوا انه ما تحركوا البيض الا يجمد حتى يعطي منظر شهي. وهاي الوصفة جاهزة سهلة وبسيطة وصحية ولذيذة ومشبعة بنفس الوقت. حتى ما يرتفع عندنا السكر نحاول انه نغمسها بأوراق الخس أو أوراق اللهانة أو قطع من الكوسة مع عصرة ليمون. نبتعد عن الخبز نهائيا ونحاول أنه نشرب مي قبل الوجبة، وكل ما نجوع نشرب مي أو ناكل قطعة من الخضار أو الفواكه. وصفتنا خلصت لليوم أعزائي، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، كثير لذيذة ومشبعة، جربوها. وإذا عجبكم الفيديو واستفادتوا من هاي الوصفة أعزائي ما تبخلوا باللايك وتشتركوا بالقناة إذا شاهدوها لأول مرة حتى تشجعونا أكثر ونقدم الأفضل وتستفيدوا من كل الوصفات اللي نقدمها وغيرنا حتى يستفيد. تحياتي لكم جميعا، شكرا جزيلا على المشاهدة، أترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.